كل عبارة في القرآن تحتها من الكنوز، كنوز عجيبة ما لا ينتبه إليه الإنسان. ودائما يحضرني هذا المثال العجيب، فعلا يمثل لوضعنا مع القرآن، ولا أحد إلا وهو واقع فيه، وهو أنك تمر على الآيات ولا تدري ما تحتها، لا تدري ما تحتها إطلاقا. وتحتها من الكنوز العجب العجاب. المثال الذي ذكرته مرارا كوضع العرب في الخليج قبل اكتشاف البترول، كانوا على أفقر ما يكون الناس، إما مشتغلون بالرعي، رعي الإبل والجمال، أو مشتغلون بالغوص، يغوصوا في الخليج من أجل استخراج اللؤلؤ، ويموت منهم الكثير. معروفة الصناعة البحرية هي من أسوأ الصناعات وأشقها، خدمة البحر. هكذا كان حاله، ويمرون ببعرانهم، جمع بعير، يمرون ببعرانهم فوق الأرض التي تحتها الكنوز، ولا يدري أحد ما تحتها، بحار البترول تتدفق تحت أرجلهم ولا يشعر، حتى جاء الأجل الذي أذن فيه رب الكون بأن يفتن الناس بالغنى، اكتشفوا البترول. ولله المثل الأعلى، نحن مع القرآن على وضع مشابه من حيث الجهل بكنوزه وحقائقه، نمر على الآيات والصور ولا ندري ما تحتها. قبل أيام قرأت حديثا صحيحا أيضا مسندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يذكر أن سورة الفاتحة تزن كل ما في الإنجيل. وهذا المعنى ذكرته قبل أن أقرأ هذا الحديث، سبحان الله، حيث وجدت من أحاديث أخرى أن بعض الأنبياء كانوا يقرؤون كتبهم في وقت وجيز، وهو داود عليه السلام. قرأت حديثا له، أي يحكي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقرأ القرآن، والقرآن يطلق على كتابنا هذا الذي أنزله الله إلينا، وعلى كل كتاب أنزل قبل، لكنه عالم على هذا الكتاب طبعا. فأحيانا يطلق القرآن ويراد به التوراة أو الزبور أو الإنجيل لأنه يقرأ. قال عليه الصلاة والسلام: كان داود يقرأ القرآن بينما يسرج دوابه. وطرف الحديث بدايته: يسر القرآن أو سهل القرآن على داود، فقد كان يقرأه بينما يسرج دوابه، يعني كان عنده القرآن دياله مختصر الذي هو الزبور، فكان يقرأه بينما يسرج دوابه، يعني من اللي كيعطي الأمر الحركة باش تنطلق ديال الخيل، كيبدأ هو يفتح القرآن في القراية يرتل ويتلو، لما كيقولوا له وجدوا الخيل كيكون هو ختم الختمة، يعني أقدر نوعا لا يجاوز نصف ساعة على الأقل، نديروا لي ساعة وهو بعيد، ساعة ختم فيها القرآن. معنى ذلك إذن أن هذا الكتاب الذي كان يقرأه لا يجاوز في حجمه سورة البقرة، هذا على أطول تقدير، يعني الله يكون قد سورة البقرة. فوجدت إذن بناء على هذا استنباطا أن الكتب السابقة لم تكن في الحجم على قدر القرآن، بل كتابنا الذي أنزل الله إلينا أو أطولها وأجمعها وأشملها وأوسعها من حيث الحجم ومن حيث طبعا المعاني. وحضرني شيء، وهو أن التوراة مطبوعة اليوم في مجلدات، طبعا يطبعون الكذب، واضح، يعني هم يعني الذين اشتغلوا، اليهود بنو إسرائيل اشتغلوا بالتحريف، فزادوا على حجم التوراة أكثر مما فيها أضعافا مضاعفة. أما الآيات الحقيقية الأصلية فحذفوها، وبقي شيء آخر لا علاقة له بالتوراة إطلاقا. ووجدت من الأحاديث بعد ذلك ما يؤكد هذه الحقيقة، أن سورة الفاتحة تعدل الإنجيل، وأن التوراة كلها، التوراة كلها هي السبع طوال، البقرة وآل عمران وآل مجرى، يعني السبع الصور الأولى طوال في القرآن العظيم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لكل كتاب من الكتب السابقة مجموع آيات من القرآن. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث هي عدة أحاديث صحيحة ثابتة تؤكدها الحقيقة التاريخية أيضا، لأن السبع طوال فيها تشريع، فيها تشريع الحلال والحرام، والتوراة أيضا كتاب تشريع، بينما الإنجيل كان مواعظ، ما كانش الإنجيل كتاب تشريع. فعيسى عليه السلام آتاه الله التوراة والإنجيل بجوج، فالإنجيل موعظة، والتوراة اللي كان قبل منه ديال سيدنا موسى فيه الحلال والحرام. ولذلك سورة الفاتحة هي أقرب إلى الوعظ منها والاعتقاد والتعبد منها إلى التشريع حقيقة، فعلا حقائق ناطقة بنفسها بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح. وذكرت قبل ذلك وبعده قول الله جل وعلا: فيها كتب قيمة، كتب
أي هذه الرسالة هذا القرآن فيه كتب قيمة هي الكتب السابقة جمعت كلها كتب في كتاب واحد. أنت تقرأ القرآن، أنت تقرأ القرآن، إنك تقرأ الكتب السابقة كلها، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والإنجيل، كل شيء مما ذكر قبله في القرآن وفي السنة تقرأه عندما تقرأ كتاب الله جل وعلا القرآن العظيم. وتزيد كتقرأ هذا الشيء وتزيد عليه، تزيد عليه ما امتن الله به على هذه الأمة وما فضلها به، ومن ذلك سورة الفاتحة فيها ما في الإنجيل من معان، ثم فيها أيضا ما ليس في الإنجيل، لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، حتى في القرآن ديالنا مثلها ما كاينش بحالها. يعني سورة الفاتحة متفردة في القرآن، أعظم سورة في القرآن ديالنا الفاتحة، وليس لها شبيه ولا مثيل في التوراة ولا في الإنجيل، وإن تضمنت معاني الإنجيل وزادت. أيضا أواخر سورة البقرة، أواخر سورة البقرة من قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. من ذلك يعني أواخر سورة البقرة هذه أنزلت من كنز تحت عرش الرحمن، ورد بأحاديث ضعيفة وورد أيضا بأحاديث صحيحة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول، عجيبة حقيقة، والذي تأملها وتدبرها وأبصر بعض حقائقها ينبهر بما فيها من كنوز. وأوتيها النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، يعني في ليلة الإسراء والمعراج كما ثبت بالحديث الصحيح، علم وأقرأ أواخر سورة البقرة في السماء السادسة اللي كان طالع لعند رب العالمين في المعراج. عجيبة هذا. أيضا من الحديث الصحيح الثابت أن الله جل وعلا كتب قبل خلق السماوات والأرض بألفي سنة أسرارا أودعها، أسرارا وحكما أودعها في آيتين هما ختام سورة البقرة. أيضا ماشي غير هكذا، كان جن بصلى الله عليه وسلم بدي يعلم الصحابة الآيات التي هي مفاتيح الأسرار التي تطرد الشيطان من البيت. من قرأ أوائل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وأواخر البقرة لا يدخل الشيطان بيته إطلاقا، ويكون محفوظا بإذن الله عز وجل بحفظ الله، ولكن قراءة متدبرة فيها من الصدق ما يوقن قلبك بأن المتكلم بهذه الآيات هو ربك ورب الكون ورب كل خير ورب كل شر، الشر الذي يفزعك تبصر بعينيك من خلال هذه الآيات أن رب الكون يمسك بناصيته. أشغل يكون هذا الشر، بشر، وحش، أي شيء تصوره، شيطان، ما يمكن أن تتصوره من الشر. لا وجود لشيء في الكون، لا وجود لشيء في الكون ما شدوش رب العالمين من جنته من ناصيته يقودوا في نبغى، فالذي أودع ذلك فيه قدير بأن يحبسه عنك بكلمة كن انتهى. حينما تقرأ بهذه العقيدة، وهذا هو فعلا توحيد الربوبية، حينما تسند كل شيء له وحده بإخلاص، اعلم بأنك فعلا قد دخلت مرتبة الولاية، أنت ولي لله على الأقل في هذه اللحظة، والله جل وعلا لا يخلف وعده ولا يخذلك أبدا، ما يتخلاش عليك طرفة عين، هو معك، ولكن ما تزلزلش، ما يدخلك الشك، ما يدخلك الريب. ويكون لذلك الكلام الذي قرأت أثره بإذن الله، وتتعجب أنت، أنت تبدأ تعجب من ذلك الشيء، سبحان الله العظيم. وحدث للصحابة حوادث كثيرة من هذا الأمر، ولذلك حينما تذوقوا القرآن وعرفوه اكتشفوا تعلقوا به شدوا شدة واحدة. مشكلتنا نحن اليوم أننا لم نكتشف القرآن بعد، هذه المشكلة. كان زطموا على البترول ما عارفين شرا تحت مننا، نقرأه صباح مساء، نسمعه صباح مساء، مصاحفه تملأ بيوتنا وسياراتنا ومساجدنا، كما عارفينش إيش كاين. لو أبصر أحد منا بعض حقائق الآيات من سورة الفاتحة أو البقرة أو ما شئت لصارت تسكن قلبك فعلا،
تولي تحلم بها بالليل والنهار، لا تستطيع أن تخرج إلا بعد أن تقرأ من القرآن ما يحفظك الله به. سلاح حل لبس الواقي من الرصاص، سلاح واقي يحميك الله به جل وعلا من كل شر ومن كل بلاء.